عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن المقاطعة الشعبية الواسعة للانتخابات البرلمانية الأخيرة. ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، السلام عليكم. يعني أصدرتم في هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بشأن المقاطعة الواسعة والكبيرة التي شهدتها الانتخابات الأخيرة، لكن السؤال المطروح هنا، ما سبب هذه المقاطعة الواسعة الانتشار من قبل الشعب العراقي؟ ما سبب ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. عادة المقاطعات التي تحدث للانتخابات في كل الدول تكون إما سببها اختيار المقاطعة، يعني هو أحد الخيارات، وذلك رفضا لهذه العملية الانتخابية لسبب أو لآخر، أو يكون تكاسلا. الذي جرى في العراق هذه ليست المرة الأولى التي تقاطع فيها الانتخابات، وإنما هي سبقتها مرات سابقة، ولا سيما الانتخابات الأخيرة في عام 2018. وكلا الحالتين، في كلا المرتين، كانت المقاطعة مقاطعة متعمدة مقصودة، يعني أن هذا خيار من الشعب لهذه العملية، والسبب معلن من قبل هؤلاء المقاطعين الذين دعوا المقاطعة سلفا، ألا وهو رفضهم للعملية جملة وتفصيلا بسبب أسس فاسدة وقوانين فاسدة ومخرجاتها معروفة سلفا. لذلك هم يسعون بهذه المقاطعة، يسعون إلى الإصلاح الحقيقي وهو من الجذور، وليس الإصلاح الترقيعي الذي يعلن عنه بين الحين والآخر. دكتور، هناك تسخير من قبل شركاء العملية السياسية وأيضا من يقف وراءهم في طهران، سخروا كل الإمكانيات الإعلامية والدينية لدفع العراقيين لكي يشاركوا في الانتخابات، ولكن كما تعرفون جاءت النتائج عكسية. ولكن دعني أتوقف هنا عن استخدام الجوامع والمشايخ في هذا الدور، كيف نظرتم إليها كهيئة علماء مسلمين؟ نعم، للأسف يعني هؤلاء جميعا سواء كانوا ساسة أو مشايخ دين أو مشايخ عشائر أو غير ذلك أو تجار، كلهم للأسف ينظرون إلى العملية نظرة مصلحية، وهو ماذا سيجنون لأنفسهم ولأحزابهم من مناصب، ومن وراء هذه المناصب صفقات وعقود على حساب الشعب العراقي. لذلك نعتقد أن هؤلاء الذين شاركوا بالترويج بقوة لهذه العملية ودعوا وحشدوا الناس من أجل المشاركة، كانوا يدركون أولا حجم المقاطعة الكبيرة من قبل الشعب العراقي عفوا، والثاني يدركون بأنه أو يريدون ويسعون من وراء ذلك إلى أن يجلبوا المصالح لأحزابهم التي ستعود عليهم فيما بعد بالمنافع والأموال والصفقات. دكتور عبد الحميد، ما الرسالة التي أراد أن يرسلها الشعب العراقي من خلال هذه المقاطعة الواسعة للانتخابات؟ ذكرتم في بيانكم أن الوعي قد ازداد لدى الشعب العراقي، هل تؤيدون ذلك؟ نعم بالتأكيد، لأنه كما قلت في مطلع كلامي أن هذه المقاطعة لم تكن تكاسلا وتهاونا ولا مبالاة، إنما كانت مقاطعة مقصودة بقصد إفشال هذه العملية الانتخابية، العملية السياسية برمتها. المقصود بهذا رسالة واضحة إلى من يقف وراء هذه العملية السياسية، إلى المجتمع الدولي الذي يتبجح بما يسمى بالديمقراطية وغيرها، أنه الشعب رافض لهذه العملية. لماذا؟ لأنها قامت على أسس فاسدة، ولأن هذه الأسس الفاسدة هي التي أنتجت هؤلاء الفاسدين. أما ما يدعى بأنه يمكنكم التغيير ويمكنكم الإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، فالشعب العراقي يقول صناديق الاقتراع هي مولدة لهذا الفساد، وهي خيمة وستارة لهؤلاء الفاسدين ولهؤلاء المجرمين. لذلك الإصلاح الحقيقي يكون بالتغيير الجذري للعملية برمتها من جذورها ومن أسسها، وهذا ما قد دعونا إليه من الأيام الأولى للاحتلال، وما أيدنا في ذلك
الكثير من القوى الوطنية المناهضة للاحتلال والمناهضة للاحتلال والعملية السياسية. دكتور، هناك دفع من قبل المجتمع الدولي لا سيما الغرب للدعوة للانتخابات قبل إجرائها. قد شاهدتم وشاهدنا موقف ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وهي تمارس دور مفوضية الانتخابات في العراق وتدعو للمشاركة بقوة فيها. بماذا تفسرون ذلك؟ موقف المجتمع الدولي ومنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فيه تناقض كبير جدا، فتقاريرهم التي واضحة والتي أعلنت سابقا ولاحقا تبين أولا تؤيد أن الشعب العراقي مقاطع لهذه العملية السياسية للانتخابات، وتؤيد أسباب هذه المقاطعة وهو التحكم المالي السياسي والسلاح الميليشياوي بهذه العملية والتدخل الخارجي ولا سيما من جارة السوء إيران. رغم ذلك فإننا نجدهم يحثون ولا يجدون بديلا، ليس المجتمع فقط، هؤلاء الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بل للأسف الكثير من الدول، دول الجوار والدول الإسلامية، كأنها لا ترى بديلا لهذه العملية لأنها برعاية أمريكية. وفي هذا الانحياز لهذا الخيار الوحيد بالنسبة لهم، فإنهم يرفضون الخيار الشعبي، خيار الشعب العراقي الحقيقي، وخيار القوى الوطنية التي تدعو إلى أن يكون هنالك حكما وطنيا حقيقيا قائما على أسس صحيحة بعيدا عن كل هذه الفساد وأسبابه ووسائله. دكتور، تعتقد أن العراقيين أصبحوا أكثر اتساقا مع توجهات هيئة علماء المسلمين الذي يرفض العملية السياسية وما يترشح عنها من انتخابات واستحقاقات أسس لها المحتل الأمريكي، تعتقدون ذلك؟ يعني هذا ما نراه ملموسا، أنه مخرجات اليوم الشعب العراقي هو قد وصل إلى هذه النتيجة التي كنا قد دعونا إليها. علما، ملاحظة هنا، نحن لسنا حزبا في هيئة علماء المسلمين، ولذلك لا يهمنا أن يكون هذا الذي يدعو إلى هذه النتيجة أن يكون منضويا تحت لهي، أو يعلن أنه مؤيد لها، أو أنه يقول أنه أنا استقت هذه الأفكار وأخذتها من هيئة العلماء، ليس هذا، بل يهمنا النتائج. فالذي نريده أن يصل الشعب العراقي كاملا إلى هذه النتيجة، وأن يضع يده بيد بعض للتغيير الحقيقي، تغيير هذه العملية السياسية من جذورها. لماذا؟ حتى ينعم الشعب العراقي. نحن لا نسعى إلى أن ننافس هذه الأحزاب، ولا أن نجلس مجلسها، ولا أن نأخذ المقاعد كما يتنافسون عليها، وإنما نسعى إلى أنه يكون الشعب العراقي محكوما من قبل أبنائه على أسس صحيحة، حتى ينعم أبناء العراق جميعا بالأمن والرخاء، ويعم ذلك المنطقة جميعا. عبر سكايب الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.